التضامن مع الشعب الفلسطيني هو إسمنت التضامن العربي والعمل العربي المشترك. هناك مشاورات تجري أعتقد بالنوع من المثابرة، تقريب وجهات النظر هنا وهناك، مواضيع كثيرة مع الأساسيات التي تتبلور، وهي الرغبة في دعم العمل العربي المشترك بقدر ما يمكن تدعيمه خدمة للقضية الفلسطينية. وعنوان هذا العمل العربي المشترك للخدمة القضية الفلسطينية هو بطبيعة الحال التمسك بمبادرة السلام العربية.